فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل فتقول: ما واجبنا تجاه ما يحصل في المسجد النبوي وقربه من قيام الرافضة لأداء طقوسهم حول المقبرة فقد كثر شرهم، فما واجبنا حيال ذلك؟ الواجب عليكم تبليغ أو إبلاغ المسؤولين، تكتبون أو ما تشاهدون تكتبون تقرير عما يحصل وترفعونه للمسؤولين، هذا واجبكم، ما تملكون أكثر من هذا. رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأهل السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه. عندكم أنكم تكتبون هذا الشيء ترفعونه للمسؤولين، لكن يكون عن شيء ثابت، ما هو بيقولون أو قالوا، شيء ثابت موجود. نعم.